يقول بلغ عمري 26 وكنت لا أصلي، وقد من الله علي بالهداية والتزمت منذ فترة قصيرة، فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات أو أن التوبة تجب ما قبلها وكذلك الصيام؟ هذا هو الصحيح، أنه إذا ترك صلوات كثيرة وتاب إلى الله أو ترك صيام رمضان مدة طويلة تاب إلى الله، أنه تكفي التوبة مع المحافظة على الصلاة والصيام في المستقبل. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.